احنا المبادرة دي احنا كنا بدأناها يوم الثلاثة اللي فات، كنا موجودين في أعضاء غازية في مساكن زنوب. الحمد لله الموضوع ماشي والله. احنا كنا عاملين، احنا عايزين نعرف الشباب يعني ايه ينزل يشتغل، يعني ايه النهارده مش لازم يبقى مستني وظيفة من الدولة. لا، هو النهارده الموضوع بسيط جدا بالنسبة لي، هو مجموعة وظيفة ولو جمعوا مبلغ بسيط جدا هيبتدي ينزلوا الأماكن للتجار ويجيبوا السورس، يلعبوا شوية ويجيبوا الأماكن، الحاجات دي الأسعار رخيصة جدا. هيبتدي يعمل حاجتين، هو استفاد وفاد المواطن. النهارده بص حضرتك شايف ما شاء الله الناس كلها عاملة ازاي، الناس فرحانة جدا بالأسعار، يعني الاسعار دي ما بنشوفهاش بقالنا فتره كبيره. النهارده الجنيه بقى ليه قيمه، النهارده لما تلاقي عندك طماطم بجنيه وتلاقي مانجا ب 7 جنيه 6 جنيه وتلاقي انت بتنجان بجنيه، بس الجنيه النهارده رجع بقى ليه قيمه. نعم، ضد الغلاء. المبادره دي احنا بنجمع من بعضنا كشباب الفلوس كلها اللي معانا، وننزل نشتري لهم الخضار، وننزل في المكان في اي مكان من مدينه مصر ونبيع الخضار ده بنص الثمن عن بره. يعني احنا مش هدفنا الربح، احنا عاوزين نعمل حاجه في رمضان للمواطن المصري، نحسسه ان فعلا لسه في مواطنين كويسين وفعلا بلد دي كويسه. طبعا المنطقه هنا لمؤسسه انت عارف ان هي منطقه شعبيه، والظروف بتاعت الناس دلوقتي تختلف عن الاول، فطبعا الحاجات اللي انتوا جايبينها دي السوق دي رخيصه جدا، مش هنلاقيها عند اي خضر في اي منطقه في العالم ولا من العبور كمان. فطبعا المنطقه دي شعبيه، لما تبيع البطاطس ب 4 جنيه بدل ما نروح اشتريها غالي ب 8 جنيه. المعيشه طبعا زي ما انت عارف، الحي ده حي بلدي. صراحه المبادره دي كويسه جدا والناس بتستفيد منها، لان الشباب بتساعد الشباب وان هم بيبيعوا باسعار اقل من السوق. بس بصراحه فيها كل حاجه، جميع الخضار، وبينزلوا في المناطق لحد عندك. الناس مثلا اللي عندها فروشات هتبيع المانجا مثلا ب 10 جنيه، هم بيبيعوها ب 7 جنيه هنا، ودي نمره 2 بايظه. لما يقف هو هنا بيبيعه ب 7 جنيه والتاني المانجا النظيفه يبيعها ب 10 جنيه، يضطر ان التاني يبيعها ب 7 جنيه عشان هيخسر فيها، لا اما يقفل ولو معاه عاملين هيمشوا، والاثنين مش هياكلوا عيش ولا صاحب المحل هياكل عيش، والعنب حاجه وحشه برضه، والحاجات يعني تعبانه كلها، مش حاجات كويسه يعني. هم يطلعوا 5 دقايق هيجوا علينا الراي العام كده وخلاص. حد ايه بعد يوم هنا يبقى قاعد عشان يبقى هو اللي يخلي الناس ما حدش يحتاج لسوق السودا اللي برانا. يعني عشان كانوا انتوا عاملينه بجنيه ورابع، احنا جايبينه بجنيه ونص. الخوذة ب5 بس الاسعار عندكم 3. يلا وقف البصل.